تلاوة حزينة وخاشعة تمس قلوب المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك
كما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.